أعزائي المشاهدين، سلام المسيح معكم. يقال صبأ فلان أي ارتد عن دينه وبدله بالدين آخر، وعليه شرعا أن يستتاب ثلاثا أو فيقتل حدا. فالحديث يقول: من بدل دينه فاقتلوه، فقد شق عصا الطاعة وفارق الجماعة. وعادة يكره مثل هذا الشخص وينبذ من أقرب الناس إليه، لا بل ويرفضه المجتمع ويلاقي أشد أنواع الشتائم والتهديد والوعيد والدعاء عليه بالويل والثبور، بل ويعامل معاملة المجرمين وتضيق عليه الأرض بما رحبت ويعذب، وأخيرا يقتل على أن يشهد قتله طائفة من الناس. فأن له أن يغير دينه دين الحق ويبدله بدين آخر باطل مزيف. ولكن أحبتي، أفلا يملك هذا الإنسان الحق في أن يختار دينه الذي اقتنع به؟ هل فكر أحدهم بأن يسأل هذا الشخص بكل محبة عن سبب هذا التبديل؟ أو هل حاول أحدهم أن يفهم هذا الإنسان قبل أن يقتله؟ وهل ظلم هذا الإنسان أحدا عندما اعتقد بخلاف ما يعتقده من حوله؟ هل قتل أو سرق أو اقتصب ليستحق هذه العقوبة الشديدة؟ وهل كانوا كفار قريش أكثر رحمة على المسلمين الأوائل حيث لم يعاملوهم بالمثل؟ أليس لكم دينكم ولي دين؟ أو لعله الإسلام مقابل الحياة؟ أإكراه في الدين أو لا إكراه في الدين؟ أو هل يقبل الله عبادة المغصوب؟ أو عسى أن يجبر الله الناس على عبادته أو الموت؟ أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين؟ كذلك قال القرآن، كما قال أيضا: وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله، وقال: من شاء فليؤمن ومن شاء فليكفر. وكيف يقتل المرتد وقد قال القرآن: فإنما عليك البلاغ وعلينا الحساب؟ وكيف يتخذ القاتل دور الله ويكون سلاح العقوبة ومنفذها متخذا دور الله عز وجل في العقاب؟ وهل يحسب مرتدا وقد ولد له أن يختار بين اثنتين، الإسلام أو الإسلام؟ أو كان يجب عليه أن يخفي عدم إسلامه ويعيش بين الناس منافقا وسيقبل الله منه ذلك، فلا أهمية أن يكون مسلما بقناعته؟ أسئلة وعلامات استفهام كثيرة لا أطرحها أنا وحدي، بل يطرحها كل موشوم بختم الردة. نولد فنأخذ من أهلنا أسماءنا، هيئاتنا ونسبنا، ملامحنا وربما بعض طباعنا، وبطبيعة الحال ديننا ومذهبنا. فكثيرة هي الأشياء المأخوذة من الأهل وجميلة هي، ولكن هل يجب علينا أن نأخذ كل شيء منهم كما هو؟ ماذا لو ورثنا منهم مرضا لا سمح الله؟ أفلا نبحث له عن علاج؟ جميع الناس ولدوا بدين آبائهم، فهل كلهم على صواب مع اختلاف دياناتهم ومعتقداتهم؟ أو لعلك تعتقد بأنهم مؤمنين بأن دينك على حق وإنهم على باطل، لكنهم يرفضونه غيرة وحسدا كما يفهم البعض؟ نعم مختلفين، ولكنهم جميعا متفقين بقناعة بأنهم على الصواب، قناعة أساسها الأهل فقط. فيجيب البعض بأن حد الردة لا يتنافى مع حرية العقيدة، فكل واحد حر في عقيدته إلا وإلا الذي دخل الإسلام وارتضى له فأراد أن يخرج منه بعد أن ذاق حلاوته أو لم تعجبه حلاوته، فهو مستحق القتل. فهل يترك ليعبث في دين الله ولم يجبره أحدا الدخول فيه؟
لا بل يقتل حفاظا على الدين، على دين الله وعلى مصير الأمة. ولكن هل هذا الدين ضعيف لينتظر من الناس حمايته؟ فمن يبقي من؟ ومن يحمي من؟ وماذا مبني على ماذا؟ ومن أساسا لمن؟ بل أي معتقد هذا الذي يتأثر بخروج الناس منه فيهددهم بالقتل أو البقاء فيه؟ وأي أمة هذه التي تخاف على مصيرها من رجل واحد؟ وكيف يعقل أن ارتد شخص واحد عن الدين يصبح تهديدا للأمن الوطني ويشغل المباحث والدولة وكل الهيئات الدينية والأمنية؟ هل يعي القوم ما يقولون؟ أو لعلهم يفهمون ما يصنعون؟ أو عساهم قد ذاقوا طعم الاختيار أو عرفوا معنى القناعة؟ هل يعلمون بأن الحق لا يتغير إلى الباطل ولو اجتمع كل الناس ضده، والباطل لا يتحول إلى حق ولو كان كل الناس معه؟ إن لي ولأي إنسان الحق الكامل في أن نختار ديننا وبكل حرية وعلى الغير احترام قراراتنا، فقد أنعم الله علينا بالعقل ليحاسبنا به، وأعطانا حرية الاختيار لنتحمل تبعات قراراتنا، ولو أخطأنا فلن يحاسب أحد بالنيابة عن أحد، ولن يخلق الله أحدا ويجبره بالغصب على عبادته. فلم يقتل الله آدم حين عصاه وهو القريب منه، فكيف يأمرك بأخذ حياة إنسان هو من وهبها له؟ وكيف يستتاب ويحاور ثلاثا وإلا يقتل؟ فأي حوار هذا المبني على خيارين هما الاقتناع أو الموت؟ وأنا شخصيا أقول بأن الاختيارين هما بين الموت الروحي أو الموت الجسدي والروحي معا. لقد وهب الله لنا الحياة حبا فينا، كما وهب لنا عقلا نستطيع التمييز به بين الصح والغلط، وبحسب خياراتنا واختياراتنا يحاسبنا الله. فلم يجعل الله بين تلك الشجرة وآدم سورا يمنعه عنها، ولكنه ترك له حرية أن يختار. الله معكم أحبتي، وسلام الله ومجده الدائم إلى الأبد. آمين.